ايوه حبيبتي، ايوه جاي لك اهو. لا كله تمام هنا زي الفل. انت وحشاني جدا. قول وحياة مامتك. نيفين جايه؟ نيفين مين؟ سمرة الطويله المستقله. قالت محمصه دي. يا لهوته، يا فرحته. طب ما كنت قلت نيفين اجانس. هي رجعت من دبي امتى؟ ما راحتش اساسا؟ يا بنت الكذابات. لا لا لا، هاتها هاتها، دي جامده قوي. ومين تاني جاي؟ لا هانيا، لا 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 لا، دي جايه تاكل بس. دي بنت ما نو فيلينج، دي كل ما اديها مشاعر تجوع. لا 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 بلاش. لا شيما ماشي، هات شيما بقى. ورانا؟ لا رنا ماشي، رنا ماشي، بس دي هتوترنا كلنا. ماشي بلاش هيما بقى، بلاش هيما خالص، هيعكر صفو القعده. الواد ده، الواد ده كل ما يسمع سيرين البوليس يجري ويقول لنا اجروا، فنجري معايا. انا كل مره بجري، انا مالي؟ انا هو حرامي، انا مالي؟ طيب ماشي. لا قول المفاجاه. نيرفانا خرجت من السجن؟ دي لا والله، تلتين مده؟ دي عدت ازاي دي؟ لا هاتها هاتها. لا القعده لما بيبقى فيها مسجلين برضو بتعمل حاله. انا داخل عليك اهو. خلاص اهو، بيب 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 بيب. كده يا عم انت، بيب 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 بيب. اركن اركن على جنب يا ابني. ايه ده، لجنه في الصاله؟ اركن، ما انت عامل لي الشقه انا فوق شبرا. رخص من فضلك. رخص ايه يا بابا؟ وكمان مفيم. اهلا بحضرتك. مفيم ايه؟ راح فين يا قلب؟ انا داخل انام. والله الخيل دي على اساس ان انت يعني خلاص كبس عليك النوم. تضحك عليا. لا يا بابا. هتنام بالبدله هكمل. وانا لابس بدله؟ عهد مين ده؟ عهد ربنا. نفسي في يوم من الايام تصدقني يا حكمة. ايه؟ وعهد الله يا ابني لابس بدله. لابس بدله. لابس بدله يبقى رايح الشغل. رايح الشغل ولا رايح تنام؟ رايح انام في الشغل. ما تصحش عليا. ما قبل الشغل يا بابا، مش لازم برضه بابا انام شويه عشان اقوم اشتغل وانا فايق. يا بابا انا في ديكورات ما سلمتهاش. والله في ديكورات ما سلمتهاش. والموزز. موزز ايه؟ هيسلموا معاك الشغل. موزز مين؟ هانيا وفانيا وبانيا. فانيا حرامي ده اللي بيجري. انا اعرف واحد اسمها فانيا. ما انت بتقول اهو دلوقتي يا بابا. انا بقول موز. موز. اصل انا اتفقت انا واصحابي ان احنا ناكل موز قبل الشغل. ليه؟ لان الموز بينشط، اكيد بينشط حاجه طبعا صح. لان هم قالوا ان الفلاسفه كلها كانت بتضرب موز. يقول لك سقراط كان بيلم صحابه يقعدوا على القهوه يضربوا صباطه قبل الاكل. سقراط ده صايع يعني، واخد صحابه دول يقعدوا على القهوه لسوق العبور. لا سوق عبور ايه؟ قرود قاعدين يا بابا، ده في التاريخ الفيلسوفي. خد يا عم سقراط سبع موز. يا بابا بقى انت مش كل حاجه تقعد تعمل لي كده. انا مش عايز انام، انا مش جاي لي نوم. ما تقول لك ولا موز ولا موز ما تموز. يا بابا في ايه؟ طب انت كنت رايح فين؟ انت مال ايه؟ مالكش دعوه بيا. يعني ايه ماليش دعوه بابا؟ كنت في كنت رايح فين دلوقتي انت؟ كنت رايح مشوار. انا مشوار ايه؟ الله 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 الله. ايه؟ ست الله يا رحمه، بتسمعي فيروز ولا ايه؟ انتوا رايحين فين بقى ان شاء الله؟ جاوب انت، انت الاب. انت الابن يا سيدي وجاوب. معلش دي مراتك. وانت ابنها. معلش انت اللي اتجوزتها. وبلع على اليوم اللي انا كلفتك فيه. ما ده كلامه. لا الاستاذ، الاستاذ بغبائه وتفاصته يروح مادد ايده على صابع موز نيجيري قد كده، يروح اكله بقشره بقشره. انا ايوه، مش انت تعبان؟ تعبان انا. يا ماما الموز هنا. يا ماما هنا قوي. الم 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 فظيع يا ماما. وطبعا هتروحوا له الدكتور وانتوا بالشياكه دي. اصل دكتور انف وموز وحنجره، لازقه واذن يعني، واذن وحنجره، عنده تلبك في الحاجات. ودكتور انجليزي. ايوه ماما، بس انا عندي مغص مش عارف اترجمه. حلو كده. يا راجل انت وهو، هيخش عليا انا الكلام ده؟ اسمع يا واد انت، انت تبطل صرمحه لحسن، هطلع عينك. صرمحه ايه يا بابا؟ صرمحه ايه؟ انا اللي قلت حاجه. ايه اللي بتقول صرمحه؟ انا مالي انا؟ صرمحه ايه يا ماما؟ يا ماما انا اكتر شاب ملتزم في البيت ده، واكبر شاب ملتزم في المنطقه كمان. انتوا في ايه؟ انتوا عايزين تموتوني؟ انتوا مش هترتاحوا غير لما انا اموت. ايوه، وبعد ما اموت تقولوا اكمل كان عنده حق. اعرفك جامع. انت هتهزر يا بابا بعد ما اموت؟ انتوا ليه عايزين تصنعوا مني ولد معقد؟ بل صنعتوه بالفعل. بل ايه؟ انت بتمثل في فيلم كرتون. بل ايه دي؟ اسمع يا واد انت، انت مش هيهدك غير الجواز. الحقني يا ماما. ماما تمنى تحترم نفسك. انت حقنتي انا يا بابا. ما انتوا بتوتروني يا ماما. يا ماما يا ماما بقى بلاش الموشح ده. الحق يا بابا بقى
تخش لي في موشع بقى. انت لازم تتجوز، انت سنك عدى اللي بتسنك متجوز اربعه. متجوز اربعه يا ماما؟ يا ماما انا مش هتجوز في الفتره دي، انا مستني بنت الحلال اللي اقتنع بيها. وبعدين الستات خطر قوي في الفتره دي يا ماما، دول كذابات قوي. البنت بتقول لي انها في دبي وهي في زايد 2000. عادي، ما خدتش التاشيره، رجعت تاني روحت نامت. دي مش جمله على فكره، تقول اي كلام. ليه روحت نام بعد ده؟ يا ماما يا ماما انا عايز واحده اثق فيها. دول كمان عاملين برنامج الستات ما بيعرفوش يكذبوا، ده الكذب في العنوان نفسه. عادي يعني، هو برنامج الساعه 10 ده بيجي الساعه 10 بالظبط؟ والله ما بتقول جمله بابا. هو عادي جدا. حقيقي. مين اللي بيتعامل مفيش بس بس كلام الفارغ اللي بتقوله ده. اسمع، انت هتتجوز منى بنت خالتك. منى زي الفل. ايه منى زي الفل؟ ده شامبو. يعني ايه زي الفل يا ماما؟ زي الفل بالنسبه لك انت مش بالنسبه لي انا. انا قلت لك 100 مره منى دي بنت خالتي بس، والحمد لله اني وافقت انها بنت خالتي، لان محدش خد رايي. انا لو سالوني هقول لهم مش عايز يا ماما، مش عايز. انا مش هتجوز منى هيروشيما. اخرس، اوعى تقول على بنت خالتك هيروشيما. اسمعش انك تقول الكلمه دي تاني. يا ماما اصحابها كلها بيقولوا عليها هيروشيما. اخرس. لا والله، بيقولوا ان انفجار هيروشيما بدا زي منى بالظبط. منى، منى النسمه الجميله الرقيقه الورده المفتحه، سلكه. دي سلكه بتبقى ماشيه طايره زي الفرخوخه، بتطير كده. ايه؟ بتطير. فرخوخه. ايوه يا حبيبتي، دي ما بيطلعش من بقها العيبه يا اخي. وهيطلع من بقها العيبه ازاي؟ ما بقها مشغول بالاكل دايما، العيبه واقفه مش عارفه تطلع يا ماما. بص بقى، مفيش بقى كلام بعد كده، مفيش خروج انتوا الاثنين من الباب ده. سامعيني كويس ولا عارف اقول تاني؟ انا عن نفسي كنت انا رايح غصب عني، انا عمال يقول نعمل لك بقى غسيل المعده وخلاص، نعمل لك حقنه شرجيه. شرجيه ايه يا بابا؟ اللي انت بتقول انت هتكذب وتصدق الكذب. مين مالك؟ خلاص ما تردش بقى، كانسل ادام انت متضايق كده. مش متضايق بقى، هيخلص شحن. هات ارد انا. لا 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 لا. ايه يا رمضان؟ بعود الايام يا حبيبي، اخبارك ايه؟ ماله صوته رفيع قوي كده رمضان؟ عشان الكنافه الارسال. ايه يا رمضان؟ ايه يا حبيبي؟ حاضر يا حبيبي، كان عندنا بس شويه تعب هنا بسيط. كان في حقن شرجيه وحاجات كده. ايه ان شاء الله. حاضر يا حبيبي. تعبان قوي.